بلال واحد من ذوي الإرادة القوية، لم يمنحه عناء التنقل من اسطوال إلى المسرح الوطني في ظل هذه الظروف لممارسة هوايته في التمثيل. ديبلاسمون كلونديس تاع لاجونس، لاجونس بيويت، البيويت باب الواد، باب الواد الغاش كيطلعني دعان. القدرات تاع كل اخر اللي ما تقدرش تعبر عليهم في الحياة المعيشية تاعنا، نقدروا نفجروا هنا على ركع المسرح. صافي شغل طاقة جديدة بالنسبة لي أنا. حال بلال هو حال بقية أفراد الفرقة المسرحية باختلاف أعمارهم، فقد أحبوا خشبة المسرح كونها تنسيهم معاناتهم اليومية. وشنو جاسي هنا شخصان ننسى لا مالادي، ننسى لي دولار، باسكو لا مالادي تاعي سي لي دولار طول طون، جي دي دولار طول طون. صافي نتعايش معاهم وننسى، نسي نحاول يعني كي نكون هنا معاهم ننسى لا مالادي، ننسى لي دولار، ننسى انا خدام عليك. الله يبارك. الفرحه تاع بنتك وتزيد لك حدي فمك يا بنتك، خطمني فيها واحد. ترقية مثل هذه الفنون عند هذه الفئة يحتاج إلى تنسيق واسع بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، سواء جمعيات أو مخرجين. احنا ركزنا كثير في هذا العمل على جانبين، المرحلة الأولى جانب التكوين هو الأساس، أنه لأنه هذو لأول مرة راح يكونوا فوق الخشبة، لازم تكون عندهم مقاييس ومعايير الأكاديمية البحتة، كيف التعامل مع الفضاء، التعامل مع الزميل، كيفية تنمية الخيال، الذاكرة، الذاكرة أو الذكاء، هذو كامل هذو هم العوامل الأساسية، لأنه الممثل بدون هذه العوامل مثل الأرض البور الخير الصالحة للزراعة. لذا احنا ركزنا هذا، ثم دخلنا في ورشة تجريبية، وين هذه الورشة التجريبية انتهت بهذا العرض ألا وهو عرض المحاكمة. المحاكمة مسرحية تروي قصة حب عند فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أرادوا الزواج لكن كانت العواقب وخيمة جراء تدخل طرف ثالث في العلاقة. عرض استمتع خلاله الجمهور. وانا جينا باش نفرحوا بهم وباش لا سوت لا سوت نسي سوت ميهم، هذا واش نعرف نقول يا وليدي. رغم الصعوبه تاعهم اي رامي مطلوب بقوه، بحب، بشجاعه. في يومهم الوطني صنعوا بسمه وفرجه على وجوه الاصحاء، كانت رسالتهم أبلغ من شعر الشعراء، ليبقى في الأخير الأمل عنوان هؤلاء.